كل الناس عم بيحكوا ليتلي عن صورك الجريئة تاعت الكامبين. yes. انت شو رأيك؟ انت عم تعمليهم جريئين عن قصد؟ انا مرة جريئة. عضلاتي كبار. لا واي نوت، ليش لا؟ انا عم بحس حالي كل ما عم بكبر كل ما بدي اكون مش اكثر جريئة بس جريئة، لانه يس كنا بنقول واو جينيفر لوبيز عمرها 50 51 قديش بعدها حلوة، وكل وقت طلعت لنا يعني بالميو وبنشوفها كلها قدام وورا وكل شيء. اي دونت نيد تو قلد حدا، مش عم بقلد حدا، بس هي انا، هي انا اصلا كل حياتي هي انا، بس انا كنت اخفي هيدا يعني هيدا الجرأة عن العالم. أخذ قرار ما بدي أخبيه عن العالم، بدي أشوفه جزء من حقيقتي، جرأتي، لبسي. بس أنا لما ألبس شيء جريء ما بتصرف طريقة جريئة كتير، بضلني محافظة أنه أنا إيه لبسي شيء جريء بس أنا مرة قوية. ما تفهموني غلط. وجرأتها بستايلها وإصرارها القوي بشغلها خلى اسمها بالفعل ينشهر بعالم البيوتي من زمان، وهالشي خلاها تنتج أهم المنتجات للشعر والوجه والجسم، وهلأ الكونتاكت لينسز، لهيك صار الوقت المناسب لتحتفل بهالنيو براند الخاصة فيها. تحكي لأنه إحنا عم نمر ببانداميك بالوقت الحالي، بس بالرغم من كل هيك قدرتي تقلعي وتعملي بزنس جديد بهالأزمة. قدي صعب؟ شوفي a lot of people عملوا بزنسز بهالأزمة. أوكي. وحتى في عالم غيروا البزنس تبعهم، لأنه أوقات البزنس القديم ما بقى عم يمشي بعالمنا اليوم، كل شيء عم يتغير بطريقة كتير سريعة. البانداميك أعطاني فرصة أنه أنا أقدر أشتغل على بروجكت. بروجكت أخذ كتير وقت، أنا ما بعطي agency يعني هذا in-house. يعني أنا and this lady هون لحالنا اثنيناتنا شغلينه كله، من البوكس للبوستكارد للميني بوكس الكيس للميجا بوكس للكامبين، شو بدنا نصور للصور لكله للفوتوشوب، حتى الفوتوشوب انه انا ادونت تبي كثير فوتوشوب بديها تكون بالضبط مثل اللينس، كله تعبت عليه. لو ما كان البانداميك موجود بهالفتره وكان عندي هذا الحجر وتفضيت من بقيه شغلي ما كنت قدرت اطلع بهذا الشيء، كان بقي لي حلم. أوكي. لانه اخذ كثير من وقتي. ما كنتي خايفه انك تطلعي ببروجكت هالوقت؟ نو ما بخاف من شيء، بتعرفي I'm not scared. I'm scared افشل، ما بدي افشل بحياتي. فعشان هيك بشتغل كتير، عشان هيك بتعب كتير، عشان هيك بسهر الليالي، عشان هيك بضلوا هالبروجكت نفسي يعني خلص على اخر فترة عم بتنفس اي كاندي. لكن من المعروف انه في كتير شركات استثمرت بهالموضوع، فشو اللي بميزها عن غيرها من البرودكتس الموجودة؟ ما فيهم باور ولا شهر no. هول صراحة انا فتحتهم ببيوتي ماتش. اوكي. بعدني عم بستعمل اللي فتحتهم ببيوتي ماتش يعني من شهر اكتوبر شهر 10. بس هن مونثلي. صار ما قال لي الف كم ما بخشي كمان دخيله عندك عندك مصنع لا لا ما عندي ما عندي لانه هول جونا عدد كتير ليميتد بس الصحافه وليتشلي اونلي لعدد كتير محدود من الانفلونسرز لانه تسجيلهم اخذنا وقت كتير طويل. فالبرودكشن الكبيره ما ابتدت غير من 3 اشهر. خبرينا هلا لاي حد، انك هلا صرتي كونتاكت لينسز اكسبيرت، اذا اي حدا بده يكون عنده كونتاكت لينسز شو التبس اللي بتعطيهم اياهم قبل ما يشتروا او لما يشتروهم شو لازم يعملوا؟ هلا انا لانه كنت كثير واعيه باختياري لاي كاندي وبعرف انا مين زبائني، بعرف انه احنا العرب، انا ما عم بعمل للاجانب. سو كل الالوان بيلبقوا لكل الوان البشره، يعني انا في البسهم كلهم لانه اخترت الوان كثير حلوه، يعني ما اخترت اكستريمز. يعني حتى هذا وافتح لون انا لبسته. اوكي. حطيت له كونتور حتى ما ينقز، حتى العين ما تضيع. بما انه بتشوفي كثير متابعه الفاشن والموضه، مين السليبرتيز اللي بتحبي اللنسز عليهم من كل العالم العربي او الاجنبي؟ هلا بالاول انا اكيد كانت هيفا اكثر وحده شهرت اللنسز، كنا ما نعرف لون عيونها الحقيقي. انا هيفا اصلا ما في مره يمكن بحكي عن المراه الحلوه ما بحكي عنها، بحس انه ذكيه كثير، اكيد ذكيه كثير، ما في حدا وصل للنجاح الكبير ما بيكون كتير ذكي. يعني أول شيء سألتنا سؤال بس إجا على راسي هيفا. أوكي. وهي أكتر وحدة شهرت اللنسز ولبق لللنسز وكانت تلبس هذا اللون تقريبا. هيفا رح أبعت لك وحدة 10% قديه بدك خبريني. أوكي. في حدا تاني أجانب مثلا؟ أجانب بتعرفي بعتقد كلهم عيونهم ملونين. I don't know. لا على فكرة لا. والله أنا خبريني. بتذكر كان عندي تصوير مع باريس هيلتون. إيه. فشو بتفكري عيون باريس هيلتون؟ لا عم تمزحي. وحياة الله. لا عم تمزحي. They're blue 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 عيونها لونهم بني. عم تمزحي. والله. Are you sure؟ قدام عيوني لبست اللنسز الزرق.
and Google her pictures. Oh my God! Yeah. Thank See? You. Just Google it. Thank you, trending. I love you.